طيب، صباح الخير. خلينا نخلص الشغل اللي علينا اليوم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع، احنا بلشنا في موضوع اساليب التدريس، طرق التدريس اسف. احنا بنقدر نعيد بسرعه او نحكي بسرعه عن الموضوع اللي هي مكونات العمليه التعليميه بشكل عام. مكونات العمليه التعليميه او التدريسيه بتتكون من مدخلات، عمليات، مخرجات، وتغذية الرجاء. أي عملية تعليم مهما كانت، سواء كانت بالرياضة أو غير الرياضة، تتكون من هذه الأربع مكونات: المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الرجاء. والمقصود في المدخلات ها هن الأشياء اللي إحنا بدنا نقدمها للطالب، اللي بدنا نخرج من خلالها. إحنا بنقدمها من أجل أن نحقق أشياء ثانية، نحقق أهداف عامة، المنهاج، الوسائل التعليمية. هذه جميعها هي عبارة عن إيش إحنا كمدرسين راح نقدمه للطالب. إحنا اللي بنحدد الأهداف، وكوزارة التربية والتعليم أو كجهة مخولة، هذه الأهداف بنحققها من خلال المنهاج والوسائل التعليمية والطرق التدريسية، وهذا بنسميها مدخلات. العمليات اللي مقصود فيها هنا كيف إحنا بدنا نحقق هذه المدخلات، كيف إحنا بدنا نحققها، إما عن طريق طرق التدريس أو أساليب التدريس. الطريقة التدريسية هو الأسلوب أو الطريقة أو الطريق اللي بنمشي فيه حتى نوصل المنهاج لنحقق الهدف. أسلوب التدريس هو كل أستاذ إلى أسلوبه في الأساليب التدريس اللي هن الثمانية اللي ممكن إن إحنا نستخدمهن حتى نحقق الأهداف ونقدم المنهج للطالب. فالمدخلات والعمليات، بعدين تيجي المخرجات. المخرجات لازم تكون إيش؟ مرتبطة بالأهداف. أنا هدفي عندي مثلا تحقيق مهارات، معارف، قيم. فالأهداف إحنا بعد ما نحط الأهداف لازم نحقق مخرجات. إحنا بنقدم مدخلات للتلميذ أو للطالب من أجل إيش؟ إن نصل لمخرجات اللي هي الأشياء اللي بدنا نوصل لها: مهارات، معارف، قيم، مبادئ، أخلاق، جوانب صحية، جوانب ثقافية، جوانب عقلية. هذه الأمور تكون نسميها مخرجات. فإحنا نجيب المدخلات اللي إحنا نقدمها للطالب، بنكون بهذه العمليات من الشان إن إحنا نترجم هالمدخلات لإشي واقعي، بعدين بدنا نصل من خلال هذول العمليتين لإشي اسمه اللي هي المخرجات، الأهداف اللي إحنا بدنا نحققها. شو إحنا بدنا نوصل في الطالب تبعنا لجانب مهاري، جانب معرفي، جانب قيمي، جانب صحي، لأي جانب إحنا بدنا نروح إليه. بعدها حتى احنا نتاكد من الموضوع تبعنا لازم نعمل تغذيه راجعه. التغذيه الراجعه بتكون من خلال التقييم، من خلال ما المدرس يقدم، اما تكون التغذيه الراجعه خارجيه او داخليه او خارجيه داخليه. فاحنا حتى ان نثبت المعلومه ونتاكد من المعلومه انها كانت موجوده بدنا نستخدم التغذيه الراجعه. فهذه مكونات العمليه التدريسيه بشكل عام، اللي هي المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذيه الراجع، اللي احنا من خلالها نقدر نقول ان احنا حققنا الاشي اللي احنا بدنا نوصل له في عمليه التدريس. شو احنا بدنا نوصل؟ شو احنا بدنا نحقق؟ هذه العمليات اللي حكينا عنها هي اللي راح تاكد لنا مدى انتاجنا وتخلينا نمشي بالطريق الصحيح، وكان هذول السلم اللي احنا نوصل فيه لقمه الهرم التعليمي. حتى نوصل لقمه الهرم التعليمي لازم نفهم العمليه التعليميه من ايش بتتكون، وإن حتى نترجم هذه الأشياء لأرض الواقع لازم نعرف كيف نتسلسل، وكيف إن هذه العملية التعليمية كمزيج وخليط بين مدخلات وعملية ومخرجات تغذية راجعة، نمزجهم مع بعض، سلسل مع بعض، من أجل نصل لأهدافنا اللي إحنا وضعناها في عملية التعليم. الآن طريقة التدريس اللي إحنا بلشنا فيها الحصة اللي فاتت ونمزجها مع بعض اليوم ونعيدها مع بعض، أخذنا طريقة واحدة. لازم هذه الطرق نفهمهم، لأن طريقة التدريس في التربية الرياضية تختلف لأنها لها خصوصية. في التربية الرياضية غير عن أي منهاج آخر، لها خصوصيتها كونها بتعتمد على المهارات، كونها بتعتمد على أشياء عملية ما بتعتمد على أشياء نظرية. ففي طرق تدريس خاصة في التربية الرياضية، والطريقة مثل ما حكينا هو الطريق اللي احنا نستخدم، المذهب اللي احنا بنسلكه، الطريقه او السلوك اللي احنا نستخدمه حتى نوصل الاهداف تبعتنا.
الأهداف تبعتنا نحقق جوانب مهارية، أن نطور جوانب حركية، أن نطور جوانب بدنية، أن نطور أي جانب من الجوانب اللي هي بنسميها الغايات، اللي هي الأهداف الأصغر من الأهداف العامة. حتى نقدر نصل لهذه الأهداف لازم نستخدم طريقة التدريس، وهذه طريقة التدريس لازم تكون يعني تتميز بعض الصفات من الفروق الفردية، إنها تساعدنا، إنها تساعد الطالب، إنها تستثير هذا الطالب، وإنها تساعده في إنه يصل للمهارة. فأوجدوا لنا علماء التربية الرياضية مجموعة من الطرق والمذاهب والسلوكيات اللي ممكن يستخدمها المدرس في تعليم المهارات الرياضية حتى نصل في هذا الولد للأهداف اللي إحنا بنحققها أو الغايات اللي إحنا بنحققها خلال حصة التربية الرياضية. فالطريقة بدون ما يعني ما نقول طريقة التدريس، يعني بمعنى أن المذهب أو السلوك اللي إحنا نستخدمه. أنا كمدرس أستخدم اليوم عندي مهارة التمرير الصدرية في كرة السلة، أو عندي الدحرجة الأمامية في كرة في الجمباز، أو عندي مهارات في كرة القدم أو الستارة. بدي طريقة معينة، أسلوب معين، سلوك معين، مذهب معين، حتى أقدر أوصل الفكرة بحيث أن يكون الطالب مثلاً أنه يحقق أو يستطيع أن يطبق مهارة الدحرجة الأمامية. شو الطريقة بدي أستخدمها؟ هذه علماء التربية الرياضية راح نجيه اليوم كيف إحنا ممكن نسلك هذا المذهب ونمشي في هذا الطريق حتى نصل للهدف اللي إحنا بدنا نوصل. إذن الطريقة ببساطة هي السلوك أو المذهب اللي من خلاله بنوصل الغايات اللي إحنا بدنا نحققها. كل واحد في الدنيا إلى طريقته، كل واحد حين نقول كل واحد إلى أسلوبه. وعشان هي الطرق، لا، إحنا في التدريس مش كل واحد إلى طريقته. في طرق حطوا لنا اياها علماء التربية الرياضية، هذه الطرق تتناسب مع مهارات حسب المهارة. بدك تختار الطريقة اللي بتناسبك انت حسب نوع الطلاب الموجودين عندك في حصة التربية الرياضية، حسب المنهاج او المحتوى، هو اللي راح يحدد لك اللي هو الطريقة اللي ممكن تكون افضل من اجل ان انا اوصل المهارات الرياضية او المهارات الحركية. شو الأهمية من طريقة التدريس؟ أهمية طريقة التدريس اللي هي بتساعدنا في التخطيط. لما إحنا كنا التخطيط هو إن أنا بحلل المستقبل، أنا باجي بستخدم طريقة التدريس الكلية أو الجزئية أو الكلية الجزئية أو طريقة اللي هي الموقفية. هذا لما أنا أختار الطريقة فأنا عملت نوع من الترتيب، نوع من التخطيط، لأن أنا كيف بدي أوصل مهارة تصويب السلمية في كرة السلة. أنا جيت حطيت في بالي، كتبت في الورقة أستخدم الطريقة الكلية. فأنا بهذه الطريقة أنا بعمل تخطيط، برتب أفكاري من أجل أن أحقق الهدف. فأنا بتصير أهدافي مش عشوائية، مش أنا داخل على حصة التربية الرياضية ومش عارف وين بدي أروح، لا، أنا بدي أدخل عليه بالطريقة الكلية، لأن اليوم هدفي أن أنا أخلي الطالب يصل لتصويب السلمية أو الضرب الصح أو الدهرجة الأمامية أو القفز على الصندوق من خلال إيش؟ من خلال الطريقة الكلية. فأنا بنيت لحالي سلسلة من الأفكار، بنيت لحالي خطة وطريق أمشي فيه حتى أصل للهدف اللي أنا بدي إياه. النقطة الثانية التنوع التكامل. فلما أنا عندي عدة طرق بتخليني إيش؟ إني أنا أنوع في الأشكال اللي بستخدمها. بمعنى إني أنا طالب في أي طالب في الدنيا ما بحب الروتين في العمل. الناس دائما بتحب التجديد، لأن التجديد بيساعدنا على إيش؟ على إن يكون في عنده نوع من التشويق. فالتنوع الموجود في طرق التدريس هذا بيخلي المدرس يخلي حصة التربية الرياضية تكون أمتع وأفضل. بالإضافة إن ممكن هذه الطريقة معينة تناسب مهارة معينة، بينما الطريقة الثانية ما راح تناسب، وراح نأخذ في طرق التدريس مشروع يشوف إن في طرق ممكن أستخدمها وفي طرق ما ممكن أستخدمها. في مهارة معينة ممكن أستخدم فيها الطريقة الكلية، وفي مهارة معينة ما بقدر أستخدم فيها الطريقة الكلية، لأن الطريقة هذه جزئيات. فحتى في هذه الأمور الموجودة كون عندنا أكثر من طريقة، هذه بتعطينا فرصة إن ننوع في عملية اللي هي التدريس. الالتزام بالأسس النفسية للتعليم، لأن إحنا كنا إن في فروق فردية، وأنا لازم أتعامل مع بني آدم. البني آدم هذا إلى انفعالات، إلى سلوكيات، إلى ردود أفعال، إلى دوافع. فممكن في طريقة معينة مثل الطريقة الكلية بالعادة بتقول إنها بتناسب
بتناسب الاولاد انها بتخلي الاولاد يندفعوا وتخلي عندهم دافع لتطبيق المهارات. الطريقه الجزئيه ممكن ما تناسب هذا، بالاخص الصغار بحبوا انهم يستخدموا الشغلات اللي فيها مخاطر. الطريقه التدريسيه بتخلينا نلتزم في الجوانب النفسيه المتعلقه في المهاره، ايضا الفاعليه والعمل، يعني بمعنى ان نخلق نوع من التفاعل في حصه التربيه الرياضيه بين الطالب والمدرس، وهذا مهم جدا ان يكون التدريس فعال، ما يكون التدريس جامد ويكون يعني في جانب معين بيشتغل. اخر شيء لو قبل الاخير هي الدقه والوضوح، بمعنى ان يكون الهدف تبعنا لما نختار الطريقه التدريسيه اللي احنا بدنا اياها تكون عندنا الاهداف واضحه ودقيقه. لازم البني ادم لما بده يسوي شيء مهم جدا انه يكون ايش؟ عارف وين رايح وليش بستخدم هذا الحكي وشو السبب اللي انا بستخدمه. فالدقه والوضوح في عمليه التعليم في طريقه التدريس راح تحدد لي انا بستخدم الطريقه الكليه في تعليم التمريره الصدريه. طيب التمريره الصدريه في كره السله اليوم انا راح لما استخدم الطريقه الكليه كونها صعب تجزئتها والطريقه والمهاره بسيطه، فصار في عندي وضوح انا وين بدي اصل، صار في عندي دقه وين بدي اصل، أن يستطيع الطالب أن يمرر للزميل من مسافة 3 متر. استخدمت هذه الطريقة أعطتني دقة في الهدف اللي أنا بدي أحققه والهدف صار واضح. وفي النهاية الطريقة راح تساعدني في التقييم، لأن إذا اعتبرت أن الطريقة الكلية وكان هدفي أن أنا الأولاد يأخذوا المهارة ككل بدون جزئياتها، فالتقييم راح يكون من خلال المهارة ككل. وإذا كان المهارة مقصود فيها جزئيات واستخدمت الطريقة الجزئية، فأنا في عندي بعض الجزئيات اللي لازم الطالب يطبقها، فالطريقة راح تساعدنا في عملية التقييم. فطريقة التدريس مهمة جدا، إنها بتحط لنا الهدف اللي بدنا نحققه، بتنوع لنا في بعضها، بتلتزم في الجوانب النفسية، بتساعد على فعالية عملية التدريس، وأيضا بتعمل على دقة ووضوح للوصول لعملية التقييم. طريقة التدريس مبنية على مجموعة من القواعد. أول قاعدة بدنا نفهمها اللي هي التدرج في التدريب أو التعليم. هذه الطريقة أو هذه القاعدة هذه يعني إشي أساسي في تعليم المهارات. ما بزبط إن أنا أبلش في الإشي الصعب، فلازم دائما أنتقل من السهل للصعب. دائما أبلش من الشغلات السهلة اللي بتمكن الطالب من ان يستخدمها او يحققها، وبدخل بعدها للمهام الاصعب. يعني بمعنى خلينا ناخذ مثال اني انا بدي اعطي اليوم خطه، بدي اعطي خطه حتى على مستوى اولاد صغار، فانا ببلش في مهاره فرديه، بعدين بنقل مهاره بين اثنين، بصيروا اثنين يشتغلوا مع بعض، بعدين بصير يشتغلوا ثلاث، بعدين بتشل في جميع الملعب. فهنا انا تدرجت من مهارة بسيطة لمهارة. طيب بلاش، بدنا الطالب يكون في عندك قديش مطلوب منك انك انت تعمل في الدحرجة الأمامية، اعمل الدحرجة الأمامية من ثلاث من تواقف، اعمل الدحرجة الأمامية، حط يديك على الأرض، اثني راسك على صدرك، ادفع في رجليك وانزل على الأرض شوي، بصير لا بدي أسرع، فصار في عندي هذا التكلم من السهل للصعب من خلال السرعة. لو بدي ألعب رسالات في كرة الطاولة مثلا، بنخلي الولد لما يتدرب على الرسال أول شيء يتدرب على الحيط، بعد ما يتدرب على الحيط ينتقل على الملعب، ما ينتقلش على الملعب جميعا، بنخليه يرسل في مسافة قصيرة شوي، ببعد له شوي، بصير بدل ما 3 متر بصير من 4 متر يرسل شوي، برجع المسافة. فأنا هون علمت المهارة بطريقة تدرجية من حيث ما تكلمنا من المهام السهلة للمهام الأصعب، وهذه قاعدة مهمة في تعليم المهارات. دائما انتقل من السهل للصعب، ما تروح الصعب لان الصعوبه راح تخلي عندنا نوع من الفشل. دائما خبرات النجاح عند الولد مهمه، خبرات النجاح المقصود فيها اني انا اخلي الطالب ياخذ ثقه في نفسه، لما انا بطبق شيء سهل علي راح يعطيني والله بقدر. هذا الحديث الذاتي عند الطلاب مهم جدا، ان افهمهم ان انت عندك قدره، فيش شيء صعب، فيش شيء صعب في الدنيا. الانتقال من المعلوم الى المجهول، يعني اذا انا بعرف الاولاد بيعرفوا الشغله، ببلش من الشغلات اللي بيعرفوها حتى اوصل للشغلات اللي ما بيعرفوها. الولد بيعرف يرسل رسالة التنس في كره الطاره اللي فيه دورانات، بعدها بنتقل
لا الموضوع اللي هو انتقال الى الى الهجوم مثلا. فانا بنتقل من ايش السهل، من الاشي المعلوم للمجهول. الولد بيعرف يستقبل طابه سهله اشي معلوم له، الان بروح بعمل له ارسال، بعمل له منطقه بعيده بصير ارسل عليه مشان يستقبل الكره. هو بيعرف يصوب من في كره السله من الرميه الحره، هذا اشي معلوم له. انا بدي اعلمه انه يصوب للوثب، بربطهم في بعض بان انا بلشت منه من المعلوم بعدين بنتقل له للمجهول. بخليه يصوب على كره السله من تحت السله، هذا شيء معلوم له، تعلم التكنيك صراحة. بدي يروح للشيء اللي بعده، انه من خلال التمرين انك انت راح امرر لك من منطقه خارج الكوست تبع كره السله انه يصوب على كره السله. فصار عندي شيء معلوم انا بنيه في افكار الطالب سابقا، ربطته في شيء جديد عليه انه يربط مهاره في مهاره مثلا، صار في عنده قدره انه يربطها. فالانتقال من المعلوم الى المجهول هذه القاعده الثانيه، والانتقال من البسيط الى المركب. الانتقال من البسيط الى المركب بمعنى اني انا بعطي شغلات اللي هنا كنا خبرات نجاح بسيطه، بعدين بنتكلم لتركيبها. لذا تصير لما حكينا عن الميني فولي بول والميني هاند بول والميني باسكت بول، هذه ابسط فكره على الانتقال من البسيط للمركب. كنا اذا متذكرين ان انا في كره الطائره لما اعلم الاولاد وهم صغار بقول اني بلعبهم واحد لواحد، هذا فكره بسيطه. طيب بعدها بدي اتكلم شيء اكثر تعقيدا في تركيبه اشطر، فبخليه يشتغل اثنين لاثنين. شوي بدي اعقد له الامور لما يكبر شوي في العمر، بدي انتقل من ثلاث لثلاث. بنفس الفكره لما احنا بدنا نعطي مهارات، نعطي مهاره من الثبات، بعدين مهاره من الحركه، بعدين مهاره مع الزميل، بعدين مهاره مع مجموعه من الزملاء. فانا قاعد باخذ الشيء السهل البسيط، بعدين بعمل تركيبه مع المجموعه. فدائما وابدا قاعده الانتقال من البسيط للمركب تستخدم مع الصغار البسيط. بعدها بعد ما يصير في عندي خبرات، بعد كل الخبرات اللي ممكن أركب فيها إيش ده. قاعدة مهمة في طرق التدريس الانتقال أثر التعليم. شو يعني انتقال أثر التعليم؟ شو يعني انتقال أثر التعليم؟ أنا بسألتهم شو يعني انتقال أثر التعليم؟ يعني بستخدم اللي تعلمته في إشي مفيد في حياتي أو في إشي ثاني. أكيد ساجدة بما أنك أنت الوحيدة اللي مصحصحة معنا. أنا بوظفه بحياتي. ها؟ أنا بوظفه بحياتي. طب ماشي، أنت معلمة هالكلمة. معلمة هالكلمة. شو بتعنيش كلمة انتقال أثر التعليم في التربية الرياضية؟ شو يعني؟ يعني تحقق الهدف. حقق الهدف. طيب في يعني مثلا استخدم احكي انه صار بنشاط موقف معين، اذا صار بنشاط ثاني انه ما بي او بكرر نفس الاشي. سامعين غدير شو بتقول؟ يعني يستخدمه. سامعين غدير شو بتقول؟ كل الاحترام غدير. احنا في عنا ابحاث علميه كثير في هذا الموضوع، انتقال اثر التعليم، انتقال اثر التدريب. بقول لك في التعليم في التدريب، إذا أنا دربت إيد اليمين راح ينتقل أثر التعليم على إيد الشمال، وإذا دربت الشمال راح ينتقل على اليمين. إذا أنا دربت مهارة قد أنقل خبرة هذه المهارة لمهارة ثانية، مثل ما كانت غدير، بس غدير شوية ما كانتش واضحة. يعني تعرف الوثب العالي اللي بوثبوا عنه على الفرشة هذول، كنت أنا في الوثب العالي ممكن إذا أنا علمت ولد التصويبة السلمية في كرة السلة بنفس الفكرة أنكل الأثر. يعني إحنا بس نبلش ندرب على الوثب العالي، بنخلي الولد يروح إنه إيش يلعب، يصوب، يدرب على التصويبة السلمية قبل ما يروح على الوثب العالي. من طرق تعليم الوثب العالي يعني أعطي التصويبة السلمية حتى تنقل أثرها كتعليم لمهارة على مهارة الوثب العالي. مثلا خلينا نأخذ مثال ثاني. لما انا بصوب في رجلي الشمال تلقائيا راح يكون في عندي، مع اني بدربش رجلي اليمين، اذا انا واحد شمال
راح تنتقل أثره. طيب أنا بدي أسأل سؤال للطلاب، لاعبين كرة اليد عندنا في فلسطين مش قوية كثير، وما فيش فيها لاعبين عاد بالعادة يعني بيلعبوها، فبتلاقي أستاذ المدرسة لما يروح يأخذ طلاب اللي بيلعبوا يد في كرة اليد بروح يدور على الناس اللي بتلعب سلة. أغلب الأساتذة بيستخدموا هذه الطريقة. طب ليه؟ بقول لك في تقارب بين طريقة كرة السلة وطريقة كرة اليد. ليش؟ في تنطيط، في تمرير، في تصويب بقدم واحدة، في مهارات متشابهة. فبتلاقي طريقة الدفاع، طريقة كذا. فبلاقوا إن تدريب مهارة كرة السلة أثر في نقلها لمهارات كرة اليد. فصار في عندي نقل بين مهارة، يعني أنا بتعلم مهارة، يعني مثلا أنا في كرة الطائرة بدرب كرة الطائرة، لما أعلم الأولاد مهارة كرة الطائرة بروح على رسالة التنس، رسالة التنس اللي هو دورانات اللي إحنا بنضرب الطابة، رسالة الصاحك بسموه، عارف شو بتعرفوا ولا لا؟ شو رسالة الصاحك أو رسالة التنس؟ إحنا في العامية بسموه رسالة الصاحك. هذا الإرسال بعطيه قبل ما أعطي الهجوم. ليش؟ لأن طريقة الهجوم راح تكون مبنية على أساس الدورانات في الهجوم، يعني إيه بتلف على الكرة لما هاجم. فأنا بنقل التعليم اللي في الإرسال لا موضوع التعليم اللي في الهجوم. هذا بنسميه انتقال الأثر التالي، إنك أنت طلاب الفيزياء والرياضيات في العلمي بتلاقي بعض الشغلات مشتركة. فممكن مرات يعني كان يعني في بعض الأسئلة ممكن تحلها بطريقة رياضية وممكن تحلها بطريقة فيزيائية، تنقل أثر التعليم اللي في الرياضيات على الفيزياء، أو تنقل أثر التعليم اللي في الفيزياء على الرياضيات. فهذا انتقال أثر التعليم، إنك تعلم جهة في الرياضة من شان تخدم جهة ثانية، نعلم إيدي اليمين من شان إيش أنقل أثرها على إيدي الشمال، نعلم مهارة الضرب الساحق من خلال اللي هو إرسال القفز في كرة الطائرة. القواعد الأربعة اللي احتشناها حدا في عليه سؤال؟ انتقال من السهل الصعب، الانتقال من المعلوم المجهول، من البسيط للمركب، انتقال أثر التعليم. في حدا عنده سؤال؟ طبعا إذا سألت تقدر تجاوبون عليها؟ دكتور بنقدر. يعني هكيت لو سألت تشهبة أعطيني مهارة تستخدم فيها قاعدة التدرج في التدريب من السهل للصعب. الكيت يا هبة، لو أنت بديش تعلم الولد المشي بالتوازن، لو أنت مشتيه في أول مرة على مقعد سويدي، مقعد سويدي بتعرفوا المقعد السويدي؟ المقعد السويدي بيجي هي خشبة عريضة، هذه الخشبة العريضة تقريبا 15-20 سم. طب أنا بعد فترة هذه بتكون إيش؟ إذا أنا بدي أعلم بنت عندي عشان تمشي عرض التوازن، بتعرفوا عرض التوازن تبعت الجمباز اللي بتكون عرضها يده 7 سم. فأنا لما أنا علمت الولد في البداية على مهارة التوازن في المشي، لأن يعني هذه مهارة جمباز مستقبلا، لأن المهارات الحركية هي مقدمة للمهارات الأساسية، فمشيتها على مقعد سويدي 20 سم تمهيدا لأنتقل فيه للصعب اللي هو المشي على 7 سم. فهبها أنا انتقلت من السهل للصعب. جماعة مش مهم إن نفهم هبول، إن نحفظها، المهم إن نعرف نطبقها، المهم إن نعرف نترجم هذه القواعد نستخدمها. ماشي أنا قريتها وحفظتها وجاب لي الأستاذ سؤال وقال لي القواعد الأساسية التي تبنى عليها طريقة التدريس أي من التالية صحيح وأي من التالية خطأ. طب أنا عرفت أطبق، هل بعرف أطبقها؟ هذا المهم، إن ننقل هذه المعلومات بحيث أنها تصبح مهارة. إن كيف أنا أكون بالتدرج، كيف إن أنا دكتور ممكن المثال على الجري، إنه يكون مثلا يمشي يعني يركض لمسافات قليلة بعدين لمسافات أبعد بعدين يدخل على ممتاز. هاي تدرجنا فيه من السهل للصعب، بلشنا فيه من إيش السهل لمهام أصعب. ممتاز، هاي قدرنا نطبقها. طب حدا بيقدر يكون الانتقال من المعلوم للمجهول مثلا؟ يعني بتكون زي مهارة أساسية هو بيعرفها بس ما بيعرف الأشياء الدقيقة فيها أو المدخلات تبعت. يعني الولد يهبها ما يعرف المكرة،
بيعرف يرمي كرة، بيجيش من الدار بيعرف يرمي كرة، صح؟ هذا معلوم له، بس ما بيعرف السلة. فأنا بنتكلم ليش اللي بيعرفه إنه يتعلم على الرمي، بس شو بيعرف؟ بعدين بنتكلم على تصويب على كرة السلة أو التمريرة الصدرية بشكل الإيجابي في كرة السلة. طيب أنا بتمنى إن هذه الشغلات يعني يكون في عنا فهم لها، واللي ما بفهم شيء يعني إحنا موجودين عشان نسأل بعض، مش من شان بس إن نضيع وقت ونأخذ الحصة وخلاص. يعني إحنا لو ظلينا على هذا السلايد اليوم وفهمناه بكون كافي، مش بالضرورة إن نقطع اليوم 10 سلايدات. إذا في حد عنده سؤال أنا جاهز أجاوب، وممكن إذا مش فاهم إشي يعني توصل مع بعض نعطي عليه أمثلة نوصل الفكرة. بس بتمنى إن نكون واصلين لأنا فاهمين مش لأنا بس. دكتور البسيط للصعب، البسيط للمركب، إنه يعني مهارة تعتمد على إشي بعدين مندخل لها أشياء يعني مستعينة لها. طيب أعطيك البسيط للمركب، أعطيك شيء. أنت بتلعب سلة أو بتلعب قدم، كرة قدم، لأن أنت بتعرف تمرري بالمشط الداخلي للقدم، مهارة واحدة هذه بسيطة. الكيت أنا ما بدي تمرري بس، بدي ترتبيها مع تثبيت الكرة. يعني أنا بعطيك باص، أنت اللي ثبتت الكرة وبديش تعطي باص. هاي أنا شو عملت في البداية؟ علمتك على مهارة التمرير لحالها، بعدين ربطت مهارة في مهارة، فصار عندي تركيبة من المهارة. في كرة السلة أعطيني باص وبصوب، أنا في البداية أعطيتش التصويب، بعدين بدي أعطيش التصويب الاستلام والتصويب، بعدين بدي أعطيش التنطيط والتمرير والاستلام والتصويب، صار عندي تركيبة من المهارة. فأنا عملت بدل من مهارة بسيطة كانت لا أصعب شوي، أو حتى المهارة نفسها. أنت في الخطط، إحنا لما نعلم خطط في أي لعبة بنبلشها في إشي فردي بعدين جماعي، بنبلشها في مدافع سلبي بعدين بشكل إيجابي، بنبلشها في التمرير بعدين بنتكلم المباراة. فأنا انتقلت من البسيط للمركب، من الإشي السلس بدون ضغوط لإشي أصعب. واضح؟ آه واضح دكتور. ماشي. شروط اللي احنا بنختار فيها طريقة التدريس، شو الاشي اللي بخلينا نختار طريقة التدريس معينة عن طريقة ثانية؟ اول اشي ملائمة طريقة للهدف. الهدف تبعي اليوم اللي انا بدي اعلم مهارة التوازن، المشي على عارضة التوازن، ماشي مهارة اساسية لكن بتقودني لمهارة. الهدف التعليمي هون، هل انا بقدر في هذا الهدف في المشي التوازن بقدر استخدم طريقة كلية ولا جزئية، ولا طريقة كلية جزئية، ولا طريقة اللي هي الموقفية؟ المشي ما بتقدر تجزى، بده يمشي خلاص. فأنا هلا الهدف تبعي كوني بدي الولد يمشي على عارضة التوازن اليوم، فأنا بديها طريقة كلية. فالهدف تبعي هو اللي حدد لي الطريقة، الهدف تبعي اللي أنا اليوم أن يستطيع الطالب السير بتوازن على عارضة التوازن، هاي هدف. الغاية تبعتي الغايات اللي أنا بدي أحطها كان هدف ما بستطيع أن أنا أجزأ، فأنا استخدمت الطريقة الكلية بكل بساطة. إذن أول شغلة اللي هي ملائمة الهدف، المحتوى تبعي، شو المهارة اللي أنا بدي أقدمها؟ مهارة صعبة ولا مهارة بسيطة ولا مهارة معروفة سابقا؟ إذا كانت مهارة لا تتجزأ، مثلا إرسال من أسفل في كرة الطائرة، التمريرة الصدرية، الوثب العالي، الوثب العالي تتجزأ بلاش تزبطش. مهارة بسيطة ما بتتجزأ، الجري 100 متر ما بقدر أجزئها، فأنا بعطيها بالطريقة الكلية. فصار في عندي إيش؟ المحتوى حدد بالطريقة الكلية. عندي مهارة الضرب الصاحب في كرة الطائرة أو الوثب العالي، الوثب العالي مهارة صعبة، فيها طريقة اقتراب، فيها تسارع، فيها التحديد قدم الارتقاء، فيها الطيران في الهواء، فيها الهبوط، فهذه بدها تجزئة. المحتوى هو اللي حدد لي إني أستخدم الطريقة الجزئية. ليش؟ لأن المهارة صعبة. نضج الطلاب، أنا واللي بعلمه، أنا صف، صف أول ولا صف عاشر، صف رابع ولا صف سادس. طلاب هذول كونهم صغار ممكن أستخدم معهم بعض المهارات اللي كانت صعبة بطريقة جزئية، بينما إذا كانوا أكبر شوي لأن الأفكار تبعتهم أكبر، الخبرة تبعتهم زادت، راح يستخدم إيش؟ الطريقة
للكلية ممكن استخدمها، بينما مع الصغار يفضل انك تجزئ للمهارة، تبسط لها اياها، تعطيها شيء احكدها. فنضج الطلاب مثل ما اخذنا في اللي هي مميزات المراحل العمرية، ان الطلاب بيختلفوا عن بعض، المراحل العمرية بتختلف عن بعض قبل 6 سنين بيختلف من 6 ل 9 من 9 ل 12 بيختلف من 12 ل 15 15 18 مختلفين. فنضج الطلاب راح يكون سبب في تحديد لي طريقة التدريس واختيار طريقة التدريس. الزمن والمكان، انا قديش معي وقت للتعليم؟ انا عندي حصة في الاسبوع، ولا عندي في داخل الحصة 40 دقيقة، ولا عندي اليوم انا بقدر اعطي 3 حصص في الاسبوع، او ممكن انا اذا بدرب في نادي او في مؤسسة وعندي 3 تمارين في الأسبوع، الزمن المحدد إلي كديش؟ إذا كان الزمن قليل ممكن أخلي أهداف أقل، إذا كان الزمن مفتوح معي ممكن يكون إذا أنا سويت فريق في المدرسة وصرت أدربهم بعد الدوام وعندي وقت طويل بدي أعلمهم هذه المهارات، فممكن أنا أستخدم يعني وقت أطول. التنوع، ممكن أستخدم إن أنا كمدرس بدي أنوع، هذا مبدأ مهم للبلش إن أنوع في الطرق اللي بستخدمها. مشاركة الطلبة، فعاليتهم، الطلاب بتفاعلوا مع اللي بتفاعلوش. طيب الطريقة الكلية مثلا بتساوي عندي تفاعل أصلا ولا بتخلي الطلاب جنبي؟ طيب الطريقة الجزئية بتساوي تفاعل؟ طريقة المشاركة من الطلاب هي اللي بتحدد لي فعاليتهم، بتحدد لي. فهذه الشروط اللي أنا بدي أحطها قدامي هي اللي راح تكون سبب إلي في إني أنا شو أختار، شو بدي أختار. الهدف تبعي راح يحدد لي المحتوى، طبيعة المرحلة اللي بدرس فيها، الزمن والأماكن الموجودة عندي، ممكن ما عنديش موجود محتاج على أماكن، المكان اللي عندي محصور، منطقة صغيرة، عندي أدوات، ما عنديش أدوات، أنا عندي مساحة صغيرة في المدرسة، الأماكن ممكن تعطيني إيش؟ عدد الطلاب برضه، لأن المكان وعدد الطلاب راح يحدد لك الطريقة، أحيانا الطريقة الكلية، إذا كانت الطريقة الكلية والمكان صغير وعدد الطلاب كثير راح يسوي لك إشكالية، ما راح تقدر تطبق المهارة. فأنت بتضطر تأخذ جزئيات. أيضاً المشاركة ونوع التدريس. طرق التدريس في التربية الرياضية 4 طرق رئيسية: الطريقة الكلية والطريقة الجزئية والطريقة الكلية الجزئية والطريقة الموقفية. هاي عندي علماء التربية الرياضية اللي بيشتغلوا في أساليب التدريس، عنا كلنا قسم خاص لمتخصصي التربية الرياضية بنسميهم أساتذة أساليب التدريس والتربية الرياضية. اتفقوا على أن طرق تعليم المهارات، طرق تعليم المهارات اللي هي هذول الأربعة الموجودة قدام، وهذه الطرق مثل ما قلنا تعتمد على الشغلات اللي احتناها قبل، جميع اللي احتناها تمهيد تنصل لطرق تدريس التربية الرياضية، الطريقة الكلية والطريقة الجزئية والطريقة الكلية الجزئية والطريقة اللي هي الموقفية، طريقة الموقفية. طيب نروح على الطريقة الكلية. شو يعني الطريقة الكلية؟ من اسمها هنا ان احنا بنعلم المهارة بكليتها، ما نجزئهاش اطلاقا. اي مهارة انا بدي اعطيها اليوم بدي اعطيها بكامل هذه المهارة، مهارات الحركية جميعها بدون ما تكون بدون ما اقسمها. بعطي مهارة الإرسال من اسفل، بدأت مهارة التمرير من أعلى، بدأت مهارة الإرسال المتموج الأمريكي، هذه جميعها ما بقدر أجزئها، فبدأت المهارة ككل من الألف إلى الياء. هذه الطريقة بقول لك الهدف منها إن حسب نظرية الجستر بقول لك إن إحنا البني آدم لما يتعلم المهارات بيدرك المهارة ككل، بيدرك المهارة ككل، وهذا أسهل. فالتعليم اللي بيعتمد على الطريقة الكلية بمهارتها جميعها بدون بجميع مراحلها، من مرحلة الاكتراب لمرحلة الرئيسية لمرحلة الهبوط أو المتابعة، إن البني آدم بيدرك هذه المهارة والعقل بيدركها بشكل كامل، لكن ما بيدركها كأجزاء. فعشان هي نحن نستخدم الطريقة الكلية في تعليم المهارات. أصحاب هذه النظرية في التعليم إن أنا إذا أنا رحت للطريقة الكلية في التعليم بدي أفهم من البني آدم، بس يشوف واحد برمي بدفع قلة أو برمي كروس أو بصوب في كرة السلة من الثبات أو
بيعمل تمريره صدريه في كره السله او تمريره مرتده، انا عقلي راح ياخذ المسار تبع هذه المهاره بشكلها العام بدون ما انا افكر ان اللاعب لما قام بعمليه قذف الكروس انه قام بحركات ثني الذراعين وقام بعمليات مرجحات وبعدين عمل دورانات وقام بعمليه الرمي. فانا ادركت المهاره ككل. فاحنا لو رحنا لما تبلش الاولمبيات اخر شوي في طوكيو احضروا، انت بتشوف المهاره تعرف ان اللاعب بيعمل واحد اثنين بيعمل شويه احنا بعدين بلف دوران وبرمي الكروس. انت شفت المهاره ككل، فانت ادركت المهاره ككل ما ادركت جزئياتها. فالبني ادم بناء على هذا الشيء انا لازم اعلم المهاره كباكج كامل بدون ما اجزئها، وهذه نظريه من النظريات. لكن بقول لك قبل ما انت تعلم مهاره او استخدام الطريقه الكليه في التعليم، فانت كمدرس لازم يكون في عندك نقطه مهمه تحطها بعين الاعتبار، انك تعطي فكره عامه عن المهاره. بمعنى ان انا قبل ما اجي اعطيك مهاره لازم ان انا ابلش اشرح لك عن مهاره، ممكن اعطيك جوانب قانونيه، ممكن اعطيك يعني حكي عن مهاره. مثلا 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 انا بدي اجي اعطي طريقه الدحرجه الاماميه، بقول شو يا جماعه احنا في الدحرجه الاماميه بدنا نحط ايدينا على الفرشه ونعمل باتساع الكتفين، بعدين ننزل راسنا على صدرنا، بعدين نكون بدفع الارض بالقدمين، ننزل على منطقه الظهر، وبعدين نعمل التكور وننزل على الارض. انا اعطيتك شرح وتصور عام للمهاره، وبعدين قلت لك بعدين ببلش اني انا اعطي نماذج ونحاول اعمل تطبيق. فلازم تعطي تصور عام عن المهاره اللي انت بدك تعطيها في البدايه، وبعدين تنتقل ل اللي هو المهاره او المنافسه. دائما 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 يسبق العمل اعطاء اللي هو شرح كامل ومفصل للمهاره حتى تكون فكره انت في داخل مخك عن المهاره الموجوده اللي انت بدك تعطيها. فالطريقه الكليه انك تعلم المهاره بكليتها بدون ما تنظر للاجزاء، لان العقل البشري حسب هذه النظريه تدرك الموضوع بشكل عام. فانا لازم اعطيك تصور عن المهاره اللي انا بدي اشرح لك اياها قبل ما ابدي في عمليه الشرح. طب شو مميزات الطريقه الكليه؟ شو ممكن انا كمدرس للتربيه الرياضيه ان انا استفيد منها؟ يعني شو انا ممكن ان انا لما اكون بدي استخدم الطريقه، طب شو بتفيدني؟ اول شيء ان الهدف بيكون واضح. يعني بمعنى ان انا معطي مهاره رمي الكروس او قذف الكروس حسب ما بدك تسميه، او دفع البله مسميات مهمه، او ضرب الصاحب، فالولد كوني انا ما قسمت المهاره لاجزاء وما اعطيته جزئيات منها، فصار الولد يفهم شو بده يشتغل وليش بيشتغل. ان انا اليوم ببدا او عمل رسام من اسفل مواجه، رسام من اسفل جانبي، انا بدي اعمل تصويبه السلميه، فصار في عندي هدف كامل من الالف للياء ان انا بدي احقق هذا الموضوع. بدي احقق اتعلم تصويبه السلميه، بدي اتعلم الضرب الساحق، بدي اتعلم مهاره الصد بلاعب واحد في كره الطول، بدي اتعلم الدحرجه الاماميه. فانا عرفت المهاره من الفها ليه، شو المطلوب مني، شو الهدف المطلوب مني اليوم، لان المهاره كامله بدون جزئيات صار في عندي تصور كامل لهذه المهاره، صار في عندي نوع من المعرفة الكاملة للمهارة، فكان الهدف واضح. هذه الطريقة بالعادة بتناسب مين؟ المهارات السهلة. المهارات اللي ما بيقدرش الجزائر ما بيقدرش. مهارات السهلة، مهارة الأساسية مثلا مهارة المشي، المشي الرياضي، الجري، مهارة الوثب، مهارة الحجل، مهارة رمي الكرة، مهارة لقف الكرة، مهارة السيرف كرة الطائرة، مهارة الدحرجة الأمامية المكورة. لكن ما بتناسب مهارة مثل الوقوف على اليدين، ما بتناسب مهارة مثل الشقلبة الأمامية، ما بتناسب مهارة مثل الشقلبة العربية أو مهارة الكارتويل. هذول المهارات الصعبة ما بقدر ناجي أعطيها للولد بكليتها، فلازم إني أفهم إن هذا تناسب المهارة اللي هي اللي السهلة. أيضا
هذه الطريقة الكلية في معنى بعض المهارات لا يمكن تجزئتها، لا يمكن. يعني أنا لما بدرس الإنسان متموج أمريكي أنا ما بقدر أجزئ خلاص، لأن بدك ترمي الكرة وتضرب بس، فبدك درس أجي أقول لك يلا ارمي وبعدين أضرب. فممكن أن أنا مهارات معينة لا يمكن تجزئتها فبستخدمها على الطريقة الكلية. مهارة الدحرجة الأمامية، الدحرجة الأمامية يعني معقول أن أنا أعطيك إياها جزء دحرجة وبعدين أني أخليك في نص الطريق وكلك هذا الجزء بدي أنا. فهنا ما بقدر أجزئ المهارة فبضطر مغرم أنا أخذك على بطل أني أستخدم الطريقة الكلية. هذه الطريقة طبعا كون الهدف واضح، كون المهارة ككل، الأولاد بحبوا هذا الشغل، فهذا تستثير عندهم عاطفتهم، تستثير الدافعية عندهم، لأن فيها نوع من المخاطرة، فيها نوع من إشي كامل. كونه إشي كامل، كونه فيش جزئيات، يعني الولد ما بحب التعليم، ما بحب إنك تعطيه شغلة مشان تركز على الموضوع معين، فهو بحب الشغلة بشكليتها، كلك بحب أخذ الطابة وروح ألعب كرة قدم، ما بحب يجي كله بدي أنا أتحسن من زاوية القدم في أثناء زاوية القدم أو زاوية الفخذ أثناء التمرين، بلش له تشكل في جزئية. فهو بحب الشغلات اللي بتكون إيش كاملة. هذا إيش أنا بحب الولد التحدي، ولد بحب التحدي، فهذا بتشكل عنده نوع من اللي هي الدافع أو التشويق. هذه المهارة الطريقة الكلية بتناسب في كثرة اللي هي التلاميذ في الفصل خلال الحصة. يعني أنا عندي 50 طالب، 35 طالب، 35 طالب، فأنا مش قادر، ما عندي وقت، لأن يعني كنا الفترة الزمنية هي اللي بتحدد لي، ما عندي وقت أن أبلش أجزئ وأركز لي على خطوة خطوة والفترة الاقتراب فترة كذا. فلا لا لا لا، أنا بعطي هالمهارة بكلية. فالطريقة الكلية ها كانت بتناسب اللي هي نوع من أنواع اللي هي المهارات، وبتناسب اللي هي التلاميذ العدد الكبير في داخل الحصة، وبتكون شيك لحضور الطلاب. هذه الميزات اللي ممكن احنا نعتمد عليها حتى نختارها. ليش انا بدي اختارها؟ لان هذه هدفها واضح. ليش انا بدي اختارها؟ لان هذه بتناسب تعليم المهارات السهله. ليش انا بدي اختارها؟ لان هذه تعتبر طريقه مشوقه للطلاب. هذه الامور اللي حكينا فيها هي الامور اللي بتساعدنا في ان نختار طريقه التدريس او الميزات اللي راح تقنعني انا كمدرس إن اليوم تستخدم الطريقة الكلية. بتوفر علينا الوقت، حكيناها عيوب الطريقة طبعاً. كل شيء فيه إيجابيات، فش حدا ما إلا سلبيات، ولا في طريقة إلا معها السلبيات. سلبياتها هذه ما بتراعي الفروق الفردية، يعني في عندنا ناس إمكانياتهم ضعيفة. طلاب عندك 25 طالب في الحصة، 15 طالب، 10 طلاب في الحصة، لا يمكن إن يكون في عندي جميع الطلاب نفس الإمكانيات، فما راعت عنا الفروق الفردية. هذا راح تسوي لنا اشكاليه. فالطريقه الكليه كوني اعطيت المهاره ككل بدون ما اعطيها جزئيات، فانا بهذه الحاله ما رعيت الفروق الفرديه، وهذا اول عيب من عيوبها. كون اعطيناها بشكلها العام مهاره من الفها لياءها، من الدفع في القدمين لوضع الذراعين على الارض، للدفع لتنير الراس على الصدر، احيانا في الدحرجه الاماميه مثلا انتم لما بكيت تاخذوا في المدرسه الدحرجة الأمامية، في ناس كانت تدحرج على رأسها. ليش؟ لأنك أخذت المهارة ككل وما انتبهت للجزئية أنك أنت لازم تنزل على الكتفين، ما بكيت تنتبه للجزئية أن لازم تدفع في القدمين وأديك يكون في الهواء وما رأسك ما يلمس الأرض في هذه الحالة. فهان كونك أخذت المهارة ككل أنت ضيعت جزء من المهارة، فأنت ما أدركت التفاصيل الصغيرة اللي هي اللي بتتكون منها المهارة. إذا أنا بضعت التمرير قذف القلة، دفع القلة في كرة في الألعاب الكورة، وجيت للأولاد شرحت لهم إياها، حط الكرة هون، الكرة القلة حطها عند الذكر وخلي إيدك مرفوعة وانزل وازحف وادفع، راح تلاقي الولد راح يكون عنده ينسى بعض الجزئيات. أنا ما جزأت إياها لأنك أعطيت إياها جميعها مرة واحدة، فراح يصير في عندي بعض الجزئيات راح تغيب عن ذهن اللاعب، لأنها الجزئيات البسيطة هي اللي ممكن تطور، ممكن الزاوية الرمي، ممكن الطالب ينسى إنه لازم يضل الكرة عند هانو يدفع في بتلكي راح رجع إلى الوراء
وينمو، هذه الأخطاء الموجودة اللي بنشوفها عند الطلاب. هذه طبعا الطريقة الكلية صعب انك تستخدمها مع المهارات الصعبة. في مهارات خطرة، في مهارات خطرة، مهارات بالأخص في الجمباز، مهارات في كرة، مهارات اللي بتكون صعبة شوي في الألعاب الجماعية، الضرب الساحق، الصد بلعبية في كرة الطائرة. انك تيجي تعلمهم الصد بلعبية مباشرة ما بزبط، بدك انت تعطيها بجزئيات، اللعب بشكل فردي، بعدين بشكل من الثبات، بعدين من الحركة، بعدين من الكرة، بعدين من الكرة، بعدين خلال لاعب مهاجم، بعدين خلال منافسة. فما بزبط انك انت تيجي تعطي المهارة بشكلها الكامل لما تكون صعبة. يعني لو قد ما كنت مدرب قوي، الشكل بالأمانية ما بتقدر تعطيها قبل الوقوف. فانت بدك تعلم الطالب الوقوف، والوقوف نفسه على اليدين بحاجة انك تعلمه كيف الطالب يدفع في القدمين في البداية، كيف مرجح رجليه حتى تقدر تصل للمهارة ككل. فما بتناسب المهارات الخطرة والمهارات الصعبة، لأنها ممكن تسوي أذى للولد. الأخطاء اللي بتصير في هذه المهارات لأنها جميعها خلناها مرة واحدة، والمدرس اللي بيعند ويقول لك أنا بس بدي أستخدم الطريقة الكلية، رح لاقي حالة إن في أخطاء ما بقدر أصلحها عند الطلاب، كون الطلاب تشربوا مجموعة من الأخطاء، صارت هذه الأخطاء جزء من مهارتي، ما أدرك الجزئيات، فصار عندي نوع من الخطأ. إذا هذه الطريقة الكلية، إذا في حدا بس يفرحني شوي ويعطيني إياها ببساطة، شي الطريقة الكلية في تعليم المهارات، ما المقصود؟ إنه بناخذ المهارة ككل، ما منجزئها. ها حلو. مثلا مهارة الجري، ما بقعد أقولهم أول إشي هيك وهيك، لا خلص نعطيها إياهم ككل. مثلا في عندك كرة السلة أجزاء، أول إشي لازم يتعلموا كيف إنهم يسددوا، بعدين التنطيط مع إنهم يرموا وهيك. يعني ما إحنا الطريقة اللي نأخذ الإشي ككل، أنا بدي أعلم كرة السلة كلعبة، لازم أقولهم لعبة كرة السلة فيها تصوير، فيها تمرير، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، يلا ارموا هالكرة وبلش معه. هذا علمت بيها ككل. الكت نسبة الأخطاء فيها كديش راح تكون عالية جدا، يعني ما لأن أنا ما جزأتها، ما بلشت معهم من السهل للصعب، ما جزأت المهارة، انسى القواعد، نحكي عن الطريقة. أنا بدي أعلم كرة السلة، بدي أعتبر كرة السلة اليوم الهدف تبعي. إذا أنا جيت أعلم كرة السلة وجيت شرحت لي يا عم كرة السلة مكونة خمس لاعبين وخمس لاعبين، هذول خمس لاعبين لازم إحنا نتعاون مع بعض، نعمل تمريرات مع بعض، ونعمل دريبل، ونصوب على السلة حتى نفوز. وضحت الفكرة؟ وضحت. بس هل راح تتطبق بشكل صحيح؟ راح يكون في عندي نسبة من الأخطاء. هذه الطريقة الكلية. في حد عنده سؤال على الطريقة الكلية يا جماعة؟ وهذا المقصود بالعدم المراعاة الفروق الفردية. صحيح. حد عنده سؤال يا جماعة؟ طيب. أتمنى أن احنا نقدر فاهمين. طيب. الطريقة الجزئية. اللي هي هنا إن إحنا بيجينا المهارة بنقسمها لأجزاء، مثل ما حكينا إن في أنا بعض المهارات ما بنقدر نعطيها بكليتها، مستحيل إن إحنا نعطي المهارة بكلها. أظن حكينا على الحصة اللي فاتت الطريقة الجزئية، بس رتبتها بشكل أفضل المرة هذه، إن كيف إحنا نكون بالطريقة الجزئية. بيجي مثلاً للضرب الساحق في كرة الطائرة، باجي بكل مهارة من إيش تكون؟ عندي حركة الذراع المهمة، عندي الوثب، الارتقاء مهم، عندي الهبوط مهم، عندي الاقتراب مهم، عندي حركة. فأنا ببلش مثلا بخلص ما نبدأ أعلمهم حركات القدمين، باجي بقول لهم يا جماعة حركات القدمين عندي اقتراب في رجل القدم اليمين، بعدين الشمال، آسف في الشمال، بعدين يمين، بعدين بجيب الشمال جنبها، هاي بعلم فيه في الاقتراب لحالة، بس شمال يمين ثنتين مع بعض، بس هذه امشي شمال يمين ثنتين مع بعض، امشي شمال يمين ثنتين مع بعض، شمال يمين. انا بعلم فيه في الضرب الساحق، بس شو بدي اسوي؟ بدي اخذ جزئيه حركه القدمين، خلصتها، فهموا حركات القدمين، هاي جزأت المهاره. شو بدي اشتغل؟ بدي امشي لخطوه ثانيه، ماشي كلنا شمال يمين ثنتين مع بعض، هكذا بدي ادخلها الوثب حركه الذراعين، ثاني الركبتين وقفز. بقول لهم يا جماعة كيف ندخلها الجزء الثاني اللي هي مرجحة الذراعين وثاني الركبتين والقفز والوثب من المكان.
فأقول شمال يمين الثنتين مع بعض أوزن. هاي دخلت الجزء الثاني. الطريقة الثانية ممكن أنا أخذ بس جزئية الذراع، يعني أنا لازم إن أنا هالولد لما يهاجم في كرة الطائرة لازم إيده تكون ممدودة ويستخدم الرسغ في عملية الهجوم. فأنا بجيب له تمرين إنه بس يستخدم الرسغ فيه، بروح لجزئية الإيد. بعدها باجي بدمج الاقتراب الوثب ضرب الكرة، ضرب الكرة بالثبات بنستخدم التدرج في عملية الصصي. بمسك الكرة أنا على الشبك وبخلي، أو مثلا بجيب هبة وغدير وبقول له ساجد تعالي، هبة وغدير حط الطابة بين ايديك من الثنتين، ها ايد غدير ها وها ايد هبة، بتحط الطابة بينهم، فبتيجي ساجدة تضرب الكرة من بين ايديهم. هاي صار في عندي تمرين سهل، تمرين سهل، شو استخدمت قاعدة مع طريقة تدريس، جزأت المهارة، بعدين صرت انتقل من السهل للصعب، بعطيه مهام سهلة بعدين بنتقل للمهام الأصعب. التجزئة إني أنا أقسم المهارة لمراحل، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، بعدين بربط المراحل مع بعض. هنا بستخدم الطريقة الجزئية. هنا الجزئية مهمة إن نقدم التفاصيل البسيطة في المهارة بحيث إن نقسمها لمراحل. إحنا كنا المهارات جميعا، المهارات الرياضية، في عندي مرحلة استعداد، انتبهوا معي، استعداد، اقتراب. المرحلة الأساسية اللي بتكون بالتلامس مع الكرة أو الإشي اللي بدي إياه أنا، تجاوز الأداء، المرحلة الهبوط والمتابعة. خمس مراحل، في ناس بقسموها لثلاث مراحل، بقول لك مرحلة اقتراب، مرحلة رئيسية، ومرحلة متابعة أو مرحلة ترك الأداء. بمعنى واحد دي يدفع كله بوقف استعداد، هاي حطيت كلها استعداد، زحفت دفعت كلها اللي هي اقتراب، يعني دفعت القلة صارت مرحلة رئيسية، وإيد بتلحق القلة هذه المتابعة. هذا المفهوم تبعي، إني أنا المهارة بقسمها مرحلة اقتراب، فأنا بأخذ جزئية بالمهارة في الطريقة الجزئية. شو ميزات الطريقة الجزئية؟ شو إحنا ممكن نستفيد منها؟ لو أنا كمدرس تربية رياضية بدي أستفيد من الطريقة الجزئية، يفضل استخدام هذه الطريقة عن تدريب مهارات حركية مركبة. مثل ما حكينا، لو أخذنا لعبة كرة السلة جميعها كلعبة، يعتبر عندي هدف في هذا الصف، فأنا بدي أجزئها لمهارة. لو أنا أخذ جزئية واحدة اللي هي المهارة التصويب السلمية، بعرف أنها التصويب السلمية صعبة شوي، فأنا بجزئها إنه يطلع مثلنا، بس بدي حركة القدم، اللي حدد لي قدم الارتقاء تبعته. هذا مهم، لو سألت أنا سؤال هالكيف، أنو فيك بيعرف قدم الارتقاء؟ أنو فيك بيعرف قدم الارتقاء؟ شمال ولا يمين؟ هذا بيعرف؟ يختلف من شخص لشخص. يختلف، من عارف، بس هل انت بتعرف شو قدم الارتكاء تبعك؟ الارتكاز اللي بتنط عليها اول شيء. شهين، انت عندك شمال ولا يمين؟ انا اتوقع شمال. تتوقع؟ شايف؟ تتوقع. لكن في طريقة معينة، في طريقة معينة ممكن انك انت تستخدمها حتى تحدد للطالب شو قدم الارتكاء. هنا طريقتين، اول شيء ممكن اجي اقول لك وقف، وقف بالثبات، وميل في جسمك بحرية. هكذا أنت تلقائياً لما تصير تميل في جسمك راح تقدم رجل لا شعورياً. هذه القدم الرجل اللي أنت بتقدمها هي قدم الارتقاء. ماشي؟ بدي عبد بالطلب، ما الولد عنده مشكلة، طب أنا يمين ولا شمال؟ أنا الارتقاء عندي يوربالتن. على الأغلب 99% و9% و9 دوري إن قدم الارتقاء هي القدم اللي انت بتستخدمها. فاهمين علي؟ يعني انا بستخدم في كره القدم، لما العب كره القدم بستخدم قدم اليمين. قدم الارتقاء عندي شيء هي وائل، انا بلعب في اليمين. شمال على الاغلب هي 99% و9 في 10 9 دوري ان قدم الارتقاء عكس القدم اللي انت بتستخدمه. فانا لما اعمل وثب عالي في كره، في العاب الكوره، في الوثب العالي انا بستخدم قدم الشمال. لما أنا بطلع في التصويب السلمية في كرة السلة، أنا لما أطلع بطلع على قدم الشمال، ما بطلع في اليمين. إذن هذه نفضل استخدامها في الحركات المركبة. فأنا طرحنا عليها مثال اللي هي الحركات المركبة، اللي هي مثلا ضرب الساحق في كرة الطائرة، قسمناها لأجزاء. سهل جدا أن أفهم الأجزاء، أصعب من أن أنا أسهل من أن أستخدمها. بتساعدنا على إتقان أجزاء الحركة. إحنا كنا الحركات الصعبة فيها أجزاء مفصلية مش سهل إن نسويها.
لو جينا احنا يوم على الجامعه على الكليه وكنا لو بدي ارمي لك الكره تطلع تهاجم في كره الطائره راح تلاقيه تخربش في حاله. ليش؟ او اطلع يا ولد بدناش كره شوف اطلع اضرب في الراس تتصوب كره اللي هي على الهدف في الراس راح تلاقي ناس يشتير راح تخربش في حاله. ليش؟ لان في اجزاء مش موجوده عنده حتى يعمل بالانس وتوازن في الهواء ويصير في عنده خفه ورشاقه. فانا عشان هيك لا ببلش له يكون بعمليه ضرب الكره او التصويب من الثبات وبعدين بصير اتكلم بالحركه بعدين يكون بالحركه بطريقتها الاصعب. فبتساعدنا على اتقان الاجزاء في كره الطائره. لما انا بطلع هاجم في كثير ناس بضربوا بهذا الشكل فانا هذه الجزئيه انه يمد الايد لما يهاجم عشان يصير اطول اللاعب هذه ما بقدر اجيبها الا اذا جزأت المهاره للولد. حتى بنستخدمها مرات مع كبار الجماعه حتى في النادي. يعني انا بدرب في النادي مرات بجيب تمرينات جزئيه بس عشان صلح خطا عند ولد بتساعد على فهم كل جزء. بصير الواحد يفهم ان انا في التمرير من اسفل في كره الطائره في التمرير من اسفل هذه الايد المرفق لازم يظل ممدود. فالولد فهم ان هذه الايد لازم تكون ممدوده. لما انا بعطيه هذه المهاره واصير اركز له على حركه الذراع فقط حركه الذراع فقط او حركه فانا بفهمه ان هذه المنطقه صار يفهم صار عنده فهم للجزئيه هذه ما راح تكون مثنيه. هذا ما بفهم الولد بالطريقه الكليه لان المهاره ما وضحت لك وضحت لك الكل بدون ما تفهم الجزئيات. اذا الاولاد كلال عندي 10 طلاب 7 طلاب 15 طالب ممكن استخدمه. بس اذا انا بدي امشي في الجزئيات معناها بدي اركز كثير مع الولد. عندي 30 35 ولد صعب جدا بروح الكليه لان ما بقدر. بتراعي الفروق الفرديه. وائل مميز، رمزي مش مميز، هبه مميزه، غدير مش مميزه. هلكيت ربنا خلقنا بامكانيات. فأحيانا إذا أنت بتظلك تعطي الطلاب بالطريقة الكلية بطريقة بتناسب الناس المتميزين أنت حرمتني كطالب. أنا جاي في حصة التربية الرياضية بدي أستفيد وبدي أطبق. فأنت ما أعطيتني فرصة إني أقوم بعملية التطبيق بشكل صحيح، ما خليتني أطبق بالشكل الصحيح. أعطيني إشي بإمكانياتي وقدراتي. ما بقدر أتعلم في ولد بلعب في النادي، أنا ما بلعب في النادي، فأنا بدي تعطيني جزئية المهارة حتى أنا أقدر أتقنها. عيوبها أول شيء بحاجة لوقت طويل لأن إحنا قسمنا المهارة الجزئية رح نلاقي حالنا إذا بنخلص الحصة وإحنا مش معطين مهارة رح نخلص الحصة رح نحتاج أشطر من الحصة حتى نتعلم المهارة. فبصير في عندي إيش أنا لأني جزأتها أحيانا في مهارات عندي في الجامعة لما أدرب عليها تأخذ معي وقت تقريبا 4 محاضرات حتى تعلم مهارة هذه المهارات ما بتنسيبش المهارات السهلة. بزبطش أنا أجي أكون مثل ما كانت الناهبة في مهارة الجري أجي جزئ الجري ما خلص يعني مجزي وخلص ما انتهى الموضوع. في مهارة المشي إذا بدي أروح المهارات الحركية الأساسية في الحجم شو بدي جزئ في الحجم بدي كله يعني اطلع بتطلعش أو اطلع ضلك في الهواء بعدين تنزل ما في. في مهارات بسيطة ما بتتجزأ ما ممكن نجزها. تمرير الصدرية في كرة السلة مرر خلاص مرر انتهى الموضوع يعني ما في عندي تجزئة لها. الإرسال من أسفل في كرة الطائرة التمرير باطن القدم في كرة القدم ما في تجزئة. فهذه التجزئة بتصير وانت بتصير لما احنا المهارات بتكون صعبة. دكتور بزبط تصويب الهدف في كرة القدم انه ما بزبط فيها تجزئة ما حسب التصويب. هي أنواع التصويب. تصويب على المرمى في كرة القدم في أنواع. يعني ممكن أنا أجزئها ممكن ما أجزئها. فهم علي؟ ففي مهارات ممكن تجزئها. يعني التصويب مثلا كنا قبل شوية هبة التصويب من الوثب بالرأس. بل بتقدر تجزئها ولا بتقدريش؟ لا بدي أعطيه التصويب من الثبات أول شيء كجزء. بعدين بدي أعطيه الحركة تيوتب مع الكرة بعدين بتعطي يصور هون تجزئ هون جزئنا. بينما إذا مثل ما بديش أنت مثلا في التصويب اللي هي ضربة الجزاء مثلا شو بدي أجزئ فيها؟ ما هو بدي أضرب هالطابة ويقول يا الله يعني ما فيش فيها عن جد يا بدخل يا
خلاص انتهى الموضوع يعني. ففي مهارات لا تجزأ، لا يمكن تجزئتها. ففي مهارات ما بنقدر احنا نجزئها. طب شو الطريقة الثالثة؟ خلصنا الطريقتين. في حد عنده سؤال قبل ما ننتقل عن الطريقة الجزئية؟ في حد عنده سؤال؟ يعني لو جبنا في الامتحان الجاي أمثلة هذا المثال تمثل طريقة كذا ولا تمثل طريقة كذا ولا كذا، راح نفهم صح؟ بما أنه لحد الآن ما حد سألني ولا سؤال بالطرق اللي بنستخدمها، يعني خلينا نفهم. يعني الامتحان الأول بتجيب السهل، الامتحان الثاني بيجي أصعب. الامتحان الأول بدي يفتح نفس الطلاب، بعدين بصير أصعب، عشان تفهم الموضوع يعني. فبدي في عنده استفسار يسأل، ما حدا يكون ما فهمنا أو ما كلتنا. الطريقة الثالثة، الطريقة يعني بدك تعمل فيرست سكند ولا بس فيرست سكند وفاينل؟ طب دكتور عشان من 25 نفسه. طيب شو المشكلة؟ 25 25 و50 أو 40 مش مشاركة يا دكتور ولا حضور؟ 10 أنا كنت الفاينل 40. صح. الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الكلية الجزئية. إجوا ناس قالوا يا عم احنا انتوا ناس بتكون جزئية وناس بتكون كلية. طب انا بدي اجي اخذ حل وسط بينهم، ما نضلوش مختلفين في طريقة كلية وجزئية. فإجوا ناس في علم التدريب التعليم وأساليب التدريس التربية الرياضية، قال لك لا احنا بدي اخذ خير الامور الوسط، انا بدي اخذ طريقة كلية جزئية، بدي ادمج بين محاسن الموجودة عند وائل والمحاسن الموجودة عند رمزي، أدمجهم مع بعض وأطلع واحد أسميه وائل رمزي مرة واحدة. فسماها الطريقة الكلية الجزئية، بمعنى إن أنا بدي أدمج الشغلتين مع بعض مشان أستفيد منها. هذه الطريقة الكلية الجزئية بمعنى بمفهوم بسيط إن أنا بعطي المهارة ككل وببلش أروح على الأجزاء تبعتها، بعطي المهارة ككل وبعدين ببلش أروح للأجزاء تبعتها. يعني إن أنا أعطيت المهارة الضرب الساحق جميعها ماشي، بدي أعطيتهم إياها جميعها، بعدين بروح للإقتراب، شعرت إن الأولاد عندهم مشكلة في الإقتراب، شعرت الأولاد عندهم مشكلة في الضرب، بروح على الضرب. فأعطيت المهارة ككل بعدين بلشت أجزئ، بدل ما أنت تبلش تجزئ فيها وبعدين تروح للكل، لا أنا بعطيك إياها جميعها وبشوف شو عندهم أخطاء كأولاد بدرجهم، بصير أخذ الجزئيات وأعلم في هذه الجزئيات. شو ميزات هذه الطريقة؟ أول شيء تطيح المعلم الخلط بين طريقة التدريس، يعني أنا استفدت من الثنتين مثل ما كنا خلطنا بين الثنتين، فاستفدت من ميزات الكلية واستفدت من ميزات الجزئية. أنا أعطيت الكلية وبعدين رحت الأجزاء فاستفدت من الطريقتين. هذا الهدف الحركي واضح وبساعد على سرعة تحقيق من قبل الطالب. هدف اللي أنا بتحققه واضح قدامي لإلي وللطالب، إن أنا بدي مهارة التصويب السلمية، بدي مهارة التصويب بالثبات، بدي مهارة التصويب من القفز، بدي مهارة التصويب من كرة اليد. فهمت الوضع المهارة الحركية، وهذه بتساعدنا إيش إن نحقق هدفنا بشكل أسرع. ليش؟ لأن أخذت الكل وإذا احتجت الجزء رحلة، أخذت الكل وإذا احتجت الجزء فأنا رايح. وبتساعدني إني أعالج بعض الجزئيات في المهارة، زي ما كنا في بعض المهارات. إحنا لما ندرب مثلاً الإرسال التنس، بتلاقي عندك مشكلة مثلاً في منطقة الجذع، في التمرير من أسفل في كرة الطائرة، بتلاقي عندك مشكلة في ثاني ذراعين، فأنا بروح للجزئية هذه، بعطي مهارة، بعطي مهارات فقط تخدم هذه الجزئية اللي شفت فيها عندك خلل عند الأولاد، ما بروح أنا على جزئية وبعطيها وقت طويل وهذه الجزئية مش بحاجة إلها. فهذا شو ساعدتنا؟ بتساعدنا في معالج اللي هو الأخطاء، بتخلينا نبذل جهد أقل. عيوبها ما بتعطينا تدرج في التعليم. ليش؟ لأن أخذنا المهارة بكليتها كاملة وبتحتاج لوقت طويل ومعالجة أجزاء طويلة. كونا إحنا رحنا دمجنا بين ثنتين، فإحنا بكينا في واحدة بدها فترة طويلة، فأنا صار في عندي إيش وقت أطول، لأني بدي أروح من الكليات للجزئية، من إشي عام لإشي أرد أخصصه، فهذا بحاجة لوقت طويل. الطريقة الكلية الجزئية واضحة يا جماعة؟ إذا صار عندنا ثلاث طرق في عملية التدريس، طريقة الكلية والطريقة الجزئية والطريقة الكلية الجزئية. في حد عنده سؤال على الثلاث؟
دكتور، طب الطريقة اللي أعطتنا إياها المحاضرة اللي قبل، طريقة هي الشرح والتجزئة. بدي أكبر تمام. طريقة، بس لأن ما سجلناش المحاضرة نعيدها. فطريقة الكلية والطريقة الجزئية والطريقة الكلية الجزئية، واضحات الثلاث؟ في حدا عنده استفسار عليها؟ الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الموقفية. أبسط إشي تفهم الطريقة الموقفية، لو جينا على الجامعة على الكلية وجينا كنا لكم، أنا كنت لكم يا جماعة التسلل في كرة القدم إنه يكون اللاعب الخصم بعد منتصف الملعب قبل التمرير أقرب لملعب الخصم. حدا فهم شيء؟ أقرب للحارس. حدا فهم شيء؟ لا. فأنا شو بساوي؟ كون أنا بدي فهمتهم هذا الموضوع، لازم أوقفتهم في جوا الملعب وبعمل موقف مشابه وبعلم الولد اللي أنا بدرس فيه هذا الموقف ببساطة. يعني أنا بدي أعلم الطلاب طريقة الدفاع في كرة السلة اللي هو طريقة الدفاع الزور، وشرحت لهم إن الزور طريقة 3-2، بوقف لاعبين في المنطقة الخلفية لملعب كرة السلة ولاعبين في المنطقة الأمامية عند المنطقة الحرة، ويكون في لاعب سنتر في داخل الملعب. هذا فهم شيء؟ لا. فأنا منشان أفهمهم إياه بقول لهم تعال 1-2 وقفوا بهذه الطريقة، وبدنا نلعب كرة سلة وحطش في الموقف نفسه حتى. فالطريقة الموقفية الهدف منها إني أنا أخلق مواقف لعب معينة لتعليم المهارات، وهذه الطريقة مناسبة لتعليم المهارات الحركية في الألعاب الجماعية في القدم في السلة في الطائرة. تعطي فرصة للطلاب بفهم الجوانب المعرفية في القوانين بالأخص القانون. لو ظليت أشرح لك في القانون كرة السلة أو كرة الطائرة أو كرة القدم إنها أنا بكرة ممكن ما تفهمها إلا إذا أنت رح تطبقها. فأنا عادة في طلاب تخصص التربية الرياضية بجيب لهمش حكم يعطيهم دورة قانون إلا بعد ما يلعبوا اللعبة. ليش؟ أنا إذا بدي أجيب لحدا يعطيه اللعبة وهو مش عارف شو الملعب، مش عارف شو المهارات في اللعبة، ما راح يستوعب. فحتى يستوعب هذه الأفكار لازم يكون في عنده اللي هو مواقف. طريقة الكلية من عيوبها تطلب للمعلم جهد ذهني، بدها جهد عالي حتى تخلق موقف، حتى تخلق موقف. اليوم في التدريب بقول لك أهم أنواع التدريب إنك تستخدم مواقف مشابهة اللي تصير في المباراة. فهذا بتطلب منا إحنا كمدربين إن إحنا نستخدم جهد عالي حتى نقدر نفهم نخلق موقف مشابه للمباراة، نخلق موقف مشابه للمباراة. بتطلب من المعلم إعطاء توجيهات للمراجع باستمرار، لأنك يعني تعطي مواقف فأنت بدك تقول للولد وين الخطأ اللي وقع فيه، فباستمرار بدك تضلك تحكي معه، تحكي معه إنه وقف صح، كدم، ارجع لورا، مرر بشكل صحيح، خذ موقعك بشكل صحيح. قد لا تناسب الفصول ذات العدد الكبير، عدد كبير ما بتناسبها. إذا الأربع طرق اللي حكينا عنها في طرق التدريس، الطريقة الكلية والطريقة الكلية الجزئية والطريقة الجزئية بالإضافة للطريقة اللي هي الموقفية. لاحظوا هنا بدي بعض الفيديوهات اللي نستخدمها في الجامعة لتعليم الطلاب. هنا عندي رسام سموه رسام متموج أمريكي، هذا رسام أنا بستخدم فيه قاعد بستخدم فيه طريقة إيش؟ أول شيء استخدمت قاعدة ها، طبعا الطريقة الكلية فيش مجال، السلف ما في مجال، كل المهارة مرة واحدة. لكن شو استخدمت قاعدة؟ التدرج في تعليم المهارة. لاحظوا بلشنا شوي شوي يلعب الكرة القريب ياخذ إحساس في الكرة، هاي برجعهم متر، هاي رجعت المتر، ودائما في توجيهات للاعبين برسم من متر، بس من متر، بس من متر طالب قاعد برسم، هذا طلاب التخصص عندنا برسم من متر، رجع لورا، هنا بعطيه تعليمات بس أشوفه أتقن شوي، قاعد بتدرج من السهل للصعب. ما حدا يقول لي مش فاهم شو يعني من السهل للصعب، هاي من السهل للصعب قدامك، هاي الورق قاعد برسم وبتحرج، هاي صار يرجع لورا أخر شوي على الحيط، الحيط أحسن معلم للورق لأنه بزعلش منك الحيط، شو ما تعطيه، الحيط شو ما تعطيه ما راح يزعل منك. لاحظ
خشب رجعهم لورا، هاي رجعوا صاروا تقريبا 4 متر عن الحيط. بضلك دائما تصلح في الاخطاء بالسهل للصعب، السهل بالطريقة الكلية في تعليم المهارة، تقول بتعلمها جميع مرة واحدة، بيرجع لورا كامل، شوف المسافة شوف صارت ترجع عندي، رجع خطوة، أيوه دائما رجع الطلاب مسافة أطول. هذا الإنسان بسميه متموج الأمريكي في كرة السلة. شوف كيف تدرجنا في المهارة، بلشنا من الحياة مباشرة وصرنا ننتقل شوي شوي. لاحظوا الصعب إنه نروح ننتقل، نقلت مع ملعب كرة الطائرة بهر عليها، وقفوا في منطقة قريبة من الشبك. مش مطلوب منا، أنا كعب بتدرج في تعليم المهارة لكن بالطريقة الكلية على قاعدة إيش؟ التعليم من السهل للصعب. هاي بيلعب من وين الإنسان؟ كعب بيلعب من مسافة قريبة، وعلى الرغم من ذلك في عنده أخطاء كعب، وهذول طلاب جامعة. بحر كعب بيشتغل من عند الخط الهجوم مسافة 3 متر هذا بس، وهو لازم يرسل مسافة 9 متر بس، أنا بعلم تدرج. فبتعطي تعليمات تغذية راجعة، هاي رجعناهم لورا شوي، لاحظوا رجعوا على الخط، إذا ملاحظين رجعوا على الخط متر. بتدرج في تعليم المهارة من السهل للصعب، شوي شوي قاعدين نتدرج، هاي تيصلوا في النهاية لنهاية الملعب. هذا بالنسبة للتعليم المهارة. طيب هذه الطريقة أنا بدي أعطيك بهاي مهارة قاعدين نشتغل فيها، وحدا بدي يقول لي الطريقة المستخدمة في تعليم المهارات هذا، هل هي طريقة كلية ولا طريقة جزئية ولا طريقة موقفية ولا طريقة كلية جزئية؟ يلا يلا دفاع أحسن من هي شباب، في قتال، في قتال المفروض بالله، مش آخر الملعب هاجم، آخر الملعب عملك الستة حبيبي. شو هذا يا جماعة؟ يلا شوف، هل هي كلية ولا جزئية ولا كلية جزئية ولا موقفية؟ حسيتها، بعرفش إذا صح ولا لا، بس حسيتها إنها كلية جزئية. طيب خلينا أنا وياك هبة، بتذكر شو حكينا؟ براءة شو بتقول؟ موقفية، هاي آخر واحدة. موقفية صحيح، ليش؟ لأني أنا لانه ظلوا يحكي اتبعوا الخطوات. ظل يحكي بعدين شو سويت انا؟ هذا الموقف اللي قدامنا، الموقف اللي قدامنا هذا موقف بيصير في المباراه، فانا اخذت جزء من التدريب وحطيته في موقف راح يصير في المباراه وقاعدين بيطبقوا فيه وبتعلموا مشان صلح الاخطاء اللي بتصير. هذا موقف يعني دكتور، الموقفيه بتكون في حدا بوجهه وهو قاعد بيلعب في هالمهاره. طبعا لازم يكون تغذيه راجع باستمرار، لان هذا أنا أعطيتهم عدة مهارات مع بعض، طبعاً هم متعلمين على المهارات كجزئيات، متعلمين بس أنا بدي مواقف بتخص اللعبة، فصار في عندي أخذت موقف مشابه للمباراة، مشان يصير في عندي اللي هو فهم المهارة. طيب نروح على اللي بعدها. هانا بهراء الطلاب هاشو بيشتغلوا. خلي سيدك نتكرم، كربديك. هذه مهارة بنسميها احنا مهارة التمرين من أسفل، بس طبعا الولد بياخذ الطريقة المهارة ككل. وهنا شو رحتنا؟ جزئية هون، هنا جزئية، هنا أخذنا جزء، جزء شو الجزء اللي أخذناه؟ بس الذراعين. أنا بدي منه بس إنه يحني جذعها 100 في جذع ويأخذ إيش اللي هو وضعية صحيحة في الذراعين، بديش منه يمرر صح. لا في عنده خطأ، بعرف هذا الولد، هذا هو الطالب. مرة حكيت لنا عنها إنه بس عشان يجيبوا الإجزتين جنب بعض، مرة ورجتنا فيديو عليه. شوف كيف الأخطاء لحد الآن، لاحظوا هذول تجيب بختك يا بحر علي، تجيب بثني قديم. أنا بعطيه في التمرين بس عشان أخلص من عملية اللي هي ثانية الأدين. هذه بتشوف لاحظ كيف مادة أديها بالصح 100%، فأنا بدي أصلح أخطاء، فبعطيهم تمرين بس عشان أصلح جزء. لاحظ بنتها كيف صلحت الجزء كامل عندها، هاي صلحتها، شيف صار في عندها ايش
مد في الذراعين، فأنا بدي أصلح جزئية فقط فقط. هذا المهارة بشكل جزئي، هذه المهارة الكلية الجزئية. أنا معطيهم مهارة سابقة وأخذت جزء شفت عنده لا خطأ، رحت على الجزء هذا بس. ماشي؟ طيب نروح على الفيديو الثاني اللي بنستخدمها، هذه مهارة الضرب الساحق، بشوف شو بنشتغلها. يعني معطيهم شغلة بسيطة بسيطة بس، بس الهدف منها إيش؟ بس جزء بسيط ما يخلق أنا من المهارة اللي هو حركة الرسل، بس حركة الرسل. أنا بدي إياهم هذا الرسل يلعبوا صح، يحرشوا صح. ملاحظين؟ شو هذا اسمها؟ جزئية. هذه الطريقة الجزئية، هذه اللي حكينا معها المرة اللي فاتت، اللي هي الطريقة برضه تجزئة المهارة، اللي هي إنك تأخذ جزئيات من المهارة حركات قدمية وتقوم بعملية اللي هي تقسيم المهارة لأجزاء. هذا كسمناها جزء معين بس مرحلة الثلاث. هذا كعاد الطالب بيشتغل على إيش؟ على عملية اللي هي الاقتراب حركات قدمية. بتمنى إن يعني نكون استفدنا من هذه الشغلات وأنها تكون واضحة، وأنا بتمنى إن يكون في أسئلة في داخل المحاضرة عشان يعني مرات نفهم الشغلات، ممكن ما تكون واضحة. يعني الحوار أحياناً بيكون مهم إن نستفيد من خبرات بعض. وبشكر طبعاً الطلاب اللي بيكونوا متواصلين باستمرار طول الحصة. في أحد عنده سؤال؟ دكتور، في المهارة اللي أعطيتني إياها المد الفيديو اللي عرضته قبل، هذه قلت مهارة جزئية ولا كلية جزئية؟ هذه شوفي، هل كده أخذتها لحالها وبلشت فيها كجزء، تعتبر جزئية، بس أنا عارف شو اشتغلت، أنا أعطيتهم ككل وبعدين رحت للجزء. فهمت علي؟ يعني أنت بتقول بس أنت لو شفت الفيديو تقدر تقول عنها جزئية. ما هو عشان هي بس أنا دكتور هاني براءة حمد موجودة. براءة؟ براءة حمد دكتور خولة فراخ.